ها يا رب ده يجيب نتيجه. ماشي. والنبي ما تبصش لحد. حاضر. ثواني نشوف بقى الناس بقى سحابات الفيلم. ماشي. سلام عليكم. وعليكم السلام. زي حضرتك يا مراد بيه، انا فرحان وسعيد ان انا جاي عيد ميلاد حضرتك. اهلا وسهلا. ملحوظه بس، انا مش مراد بيه. انت من الناس اللي ما بيحبوش التكليف والحاجات. ماشي يا مراد، انت راجل مهزأ. بقول لك انا مش مراد نفسه، مش الفكره في اللقب، انا مش مراد. بس عرفتك، انت اصلا ابنه عشان فيك شبه منه. كالبوزه 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 كالبوزه. انت تعرف مراد عشان تعرف ان انا فيها شبه منه؟ لا. طب امال ايه يا عم، انت مجنون؟ امال حضرتك مين؟ انا حسن. وانا محمود. اهلا وسهلا. زي حضرتك. عامل ايه يا باشا؟ الحمد لله. تمام. انت معزوم هنا معانا؟ لا الصراحه احنا ما بنتعزمش، احنا بنيجي زط كده. زط؟ يعني بص، نلبس انا والمدام كده ونتشيك زي ما حضرتك شايف، وننزل بقى نلف بقى على البوفيهات، على الموالد، على الافراح، وفي رمضان ربنا بيكرم بموائد رحمه. طب وشغال ايه بقى على كده؟ انا غطاس. غطاس؟ يعني بتعمل دايفنج بقى وسنوركلينج وشرم والغردقه والحاجات الحلوه دي؟ هو دايفنج وسنوركلينج برضو، بس مش في شرم والغردقه. امال فين؟ في ابو قتاته بقى، كوم الشقافه، ميت كنافه. ثانيه واحده. انت غطاس ايه بالظبط؟ انا غطاس مجاري. ايه التباهي والتفشخر اللي انت فيه ده؟ ده غطاس مجاري يعني بتعوم في بيبيه، يعني معفن، بتعوم في بلاليه. مفيش الكلام ده يا حبيبي، انا مسميني في منطقتنا ابو هيف البلعان. لعلمك يا استاذ، جوزي ده بياخدني في الصيف ونغطس مع بعض. نلبس المايوهات ونفط في البلعان. انت فاكر ايه يا فندم؟ هو انا بعوم كده زي الناس الهبل؟ لا ما بتعومش كده، بتبيه كده وبتبيه كده وبتمشي. مفيش الكلام ده يا حبيبي، انا بعوم كده. وارجع كده وارجع كده. بس وصلت البراميل خلاص. بس وعندي محل كاتب عليه بيبي بيبي واو. لا واضح ان العفنه في مقصله. بسم الله ما شاء الله. انا بس عايز اسال حضرتك شغال ايه؟ انا دكتور عيون. دكتور عيون؟ ده انت جيت لي في الوقت اللي هو يا ابن اللذيذه. ايه في ايه؟ دكتور عيون بجد؟ والله. ده انت خد التقيله بقى. لا انا بتاع التقيل. صح. بلاش خد الخفيفه بقى. انا دكتور عيون واكبر مستورد للعيون في مصر كلها. بتستورد عيون؟ لسه جاي لي حتى طلبيه اول امبارح، في جوز زرق جمال جدا جاي لي، وفي جوز عسلي وجوز بينك كده، وجاي لي جوز ذهبي كده، ذهبي بتالب بقى فظاع. عندك عين عمية؟ عين عمية خالص. لحد يعز عليا مش عايزه يشوف تاني. بسيطه، نركب له عين جمل. عين جمل هنا وعين جمل هنا، ونجيب بندقتين، نحط له بندقيه هنا وبندقيه هنا، وندهن عليهم جيلي. تمام. ونجيب بقى ايه، كريم شانتيه، ونقوم باظين هنا شويه وباظين هنا شويه، بحيث يبقى فيه ايه اللي هو البسبوز الجميل ده هنا وبسبوز جميل هنا. ونجيب بقى شاليمون، ونقوم ظابطين واحده هنا واحده هنا، ونقوم جايبين كنز حاطين هنا وهنا. ده مش دكتور، ده حلواني. ايه يا محمود؟ في ايه يا محمود؟ تعالى كده لو سمحت. بقول لك ايه يا دكتور العيون، الاقيش عندك جزء عيون رمادي 37؟ عايزاها برباط ولا بنص؟ احترمي نفسك يا وليه. ايه ده ايه ده؟ بقول لك دكتور عيون مش تاجر جزم. انا محمود. هو بيكلمني كده ليه؟ معلش انا اسف. اعمل معاه صح ده ولا ايه؟ خلاص. ايه انت يا نيله؟ بصي لي هنا. نعم. اوه 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 يا لهو يا خرابي. ايه ده؟ ايه؟ انت جبتها منين دي؟ ده انا مجمعها. دي فظيعه. اخيرا لقيتك بقى. بصي بصي، احنا هنتجوز. نتجوز انا وانت، مش هطلق سيد ونتجوز انا وانت. لا تمام؟ انا فاهمك اهو. انا اللي هفهمك، انا بدور عليكي من زمان. سيد ده بقى شبه زي الستات كلها عادي كده، لكن انت حاجه سبيشال اوردر. لا ما هو مش هينفع. انا افهمك ليه؟ اسمعي انت مني، هنتجوز بقى وتنتني. لا لا دين ده والحاجات دي هنبسط. يا محمود قول له حاجه. هطلب ايدك من الهفا اللي قاعد جنبك ده، اللي هو اخوكي ده، هطلب ايدك منه ونتجوز. ثواني هتعرف مين الهفا يا بيه. ثانيه واحده بس، هنتجوز ماشي. يلا بقى بينا. لا لا لا، ايه ده؟ محمود. محمود ايه ده يا محمود؟ هي الناس دي بتبصلي كده ليه؟ خليكي بقى كده في ايديا، افتح ازوزها وانا ملوش عوز، هتحسي بيا يا استاكوز. يا لهوي
وانت راجعه بقد انتظار. والله كنت هتقلب على ده. يا لهوي على العبط. محمود ايه انت طالق؟ انا هاخد ده. تعالى تعالى يا وحش. تعالى لي كده بقى. ايوه جميل. ايوه كده. هو بيرقص؟ ايه ده؟ ايه الطاقه اللي انت فيها دي يا شيخ؟ ايه ازاي؟ بص ايدي عامله ازاي. بص ايده. ايه رب. بص شعره يا محمود. ايه رب. ولا عينيه يا حبيبي. يا لهو على خدوده. يا لهو. ده انت عليك. ايه ده؟ في ايه؟ بص سمنته هو بيرقص. ده عليه سمانه. ايه ده؟ يا ترى ايه اللي حصل؟ قتلت الراجل. لا حول ولا قوة. حسن. حسن هو اسمه حسن؟ اه. سيبهولي انا بقى. سلامتها ام حسن من العنوان من حسن. وسلامتك يا حسن من الدب اللي حسن. سلامتها 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 ام حسن. وتواجن يا اختالي. شرط 900 عندك يا ام حسن. يا ام حسن. هو انت بتاكل من ام حسن؟ ام حسن دي امي. عشان كده كرشك جالي بالزبادي. ابوس ايدك. لا لا ده انت كرشك مش طبيعي. كرشي لا هيقع يا وليه. لا هو ده. كيف انا عملت بيبي على نفسي ولا ايه؟ ايوه بقى. كفايه كده هيجيلي جفاف يا مفتريه. مش انت؟ لا 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 كرش. بس شوف بص يا محمود كرش. بص بتاع ده بص. الحمام حمام. عايز اروح الحمام. افتح جيبك افتح جيبك. اعمل بيبي 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 والمصحف يختل. بيبي اوعى. الحياة يا رب اللي باقي. الحياة يا رب. بيبي انا هعمل بيبي في الجنينه بره. اعمل في الجنينه. هتجنني يا ام الحركه دي. دي بتاكل حاجه تبوظ. انت ده مش واكل معاكي خالص. الحاجات دي ما بتاكل. يا رب الخطه البديله. ان شاء الله البولغه تجيب حاجه معاكي. شبشب زنوبه يا محمود. ان شاء الله. يعني ده اللي هيجيب نتيجه؟ يعني قالوا لي كده ده اللي هيجيب نتيجه. ماشي يا محمود. ان شاء الله. مش الناس الجامده دي. ابوس ايدك. دول اللي فاضلين لنا. فا ايه دي احسدين انا. يلا 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 على الجنينه. يلا ده بقول لك في جنينه حلوه قوي هنا. بص الست لابسه. يلا ست لابسه حلوه قوي. اديك ابن الرصيه. ست ايه؟ الناس اللي فوق حبايبنا. هيقعوا بالبتاع. والله هيقعوا. انا اسف ليك. خش جوه. مراد يا مراد. انت فين يا مراد؟ انت فين يا دكتور؟ اتاخرت ليه يا دكتور؟ جايبني على ملا وشي ليه يا مراد؟ انا متبهدل يا دكتور. في ايه بس؟ مراتي فطحاني ومبهدلاني مع الناس كلها باللدغه بتاعتها دي. طب ما تجيبوا لها دكتور. انت اهبل ولا ايه؟ امال انت جاي تعمل ايه؟ ايوه ايوه صح. بقول لك مبهدلاني. ده انا امبارح ها كنا مع مهندس الديكور. تمام. جاي يغير لنا الصالون. فبتقول له بص انا هخليك تعمل الصالون ده على ذوقك، بس اهم حاجه يبقى على احدث طراز. احراق طول الليل. والله العظيم بهدلتك. خلينا نخش في مهم يا مراد. ايه؟ خلينا نخش في مهم. دلوقتي الحروف الابجديه كم حرف؟ 28 حرف. طب ما ليه حق تتلخبط؟ والله 28 حرف ده كتير قوي. كويس انها حفظتهم. انت جاي تعالجها ولا تستهبل؟ خلينا نناقش الموضوع بالنظريه والحل. دلوقتي عندها كم حرف بايظ؟ 2. بقى كم ال 28؟ 26. طب ما ده سن كويس للجواز. انتوا متجوزين؟ انا مش ناقص شلل يا دكتور النيل. انا بس عايز افهم انتوا خلفتوا حاجه ولا خلص.
خلفنا ايه؟ خلفتوا حاجه ولا لسه؟ لا ما خلفناش. لو ما خلفتوش ما تجي لي العياده بقى احشي لك الضرس الفوقاني ده، وبعدين انا جبت جهاز ممتاز والله. انت دكتور ايه يا اخ؟ انا ايه بقول لك ايه، ركز معايا. انا عايزك تلصمها لي بس ان شاء الله نص ساعه نعدي العيد ميلاد. لا شوف اي حل، بس عايزها تنطق عادي، الناس بتتريق عليها وبتقعد تعيط وانا اقعد ادادي فيها والحاجات دي. مراد اطمن يا مراد اطمن، انا هديها علاج مؤقت بس يمشيها بس فتره العيد ميلاد. اما نشوف بهبلك ده هتعمل ايه. هي فين؟ هي في اوضه المكتب، تعالى معايا. طيب ماشي. السودانيه الفوليه اللذيذه حلاوه طنطم شبيه. السودانيه الفوريه اللذيذه حلاوه طنطم شبيك. واحد زي من ام الشغل في المكان ده، ناس بخله وسحتجيه، كل ما اقول لهم هات جنيه يا باشا الثانيه تقول له مياد، لا يا مياد اوعى، ولا جوجو موجو مو معاقين والمصحف. اما نادي الزفته دي برضه تساعدني. يا تميد يا تميد، الراجل ده عليه صوت مش طبيعي. يا تميد مال صوتك يا حاج؟ ايه ده انت ايه ده؟ انت مركب مكبر صوت يا عم انت ولا ايه؟ قول لي ايه اللي حصل يا حاج؟ هو ايه اللي حصل لصوتي؟ انت شارب هيليوم ولا ايه؟ انت انا شارب شاي عادي والله، بس شكله شاي العروسه. دول بقى سرحان ونفيزه بجد. الله يخرب بيتك، عملت فيهم ايه؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. أنا آسف يا جماعة.